تعالوا يا حضرات نروح على طول على النادي الاهلي فرع الجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم اللي مشكوره هتعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما نبدأ أخبارنا النهاردة، طبعا بتمنى كل التوفيق لرجال كرة القدم أمام فريق الاتحاد المنستيري في مباراة اليوم. إن شاء الله بقى تكون ضربة بداية قوية للموسم الجديد، يعني كلنا طبعا اشتقنا إن احنا نشاهد مباريات النادي الأهلي. إن شاء الله بقى يعملوا مباراة كبيرة اليوم أو نتيجة إيجابية. خلونا بقى دلوقتي نبدأ أخبار الفرق الرياضية المختلفة، والبداية مع رجال كرة السلة. حقيقة رجال كرة السلة عاملين بطولة كبيرة جدا في البطولة العربية، يعني بيفوزوا في جميع المباريات حتى الآن. حقيقة هم مش بس بيفوزوا في المباريات، لا كمان بيفوزوا فرق سكور وبيكونوا مسيطرين على مجريات المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها. يعني طبعا تأهلوا رجال كرة السلة لدور الـ 16. المباراة هتكون يوم الثلاثاء القادم أمام أهلي حلب سوري الساعة 12 الظهر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى يكملوا بنفس الاداء. كمان بقى خلوني افكر حضراتكم بنتائج رجال كرة السلة في البطولة العربية حتى الان. قدروا يفوزوا على فريق الميناء اليمني بنتيجة 132-53، على الغرافة القطري بنتيجة 108-59، وعلى الرياضي اللبناني بنتيجة 88-71. ان شاء الله بقى يفوزوا في جميع المباريات الاخرى ويتوجوا بالبطولة. نروح بقى للعبة كرة الطايرة، ورجال كرة الطايرة بيواصلوا استعداداتهم للموسم الجديد. أمس خاضوا مباراة ودية هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأمير عبدالله الفيصل. المباراة طبعا كانت أمام فريق الترسانة، كانت مباراة ودية زي ما قلت، وانتهت لصالح رجال كرة الطايرة بنتيجة 3-0. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم بيستعدوا بشكل قوي جدا للموسم الجديد. إن شاء الله بقى يكون موسم استثنائي لفريق الماسترز بالنادي الأهلي رجال كرة الطايرة. كمان بنات كرة الطايرة 16 سنة أمس قدروا يحققوا فوز على فريق صيد القطامية بنتيجة 3-0. ده كان ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، لأنهم عملوا مباراة كبيرة جدا، أيضا كانوا مسيطرين على مجريات المباراة. يعني صيد القطامية طبعا بيكون منافس قوي في لعبة الفالي، لكن بنات كرة الطايرة قدروا يحققوا فوز بنتيجة 3-0، وزي ما قلت عملوا مباراة كبيرة جدا. كمان بقى استكمالا الحديث عن اخبار الفرق الرياضيه المختلفه، خلونا نروح لتنس الطاوله، ورجال تنس الطاوله بيفتتحوا بطوله الدوري بالتحديد دور المجموعات بالفوز على فريق اهلي فاقوس بنتيجه 3-0. يعني كان بيمثل النادي الاهلي اللاعب خالد عصر، اللاعب عمر بدير، واللاعب مروان جمال. عملوا مباراه كبيره جدا، قدروا يفوزوا في جميع الاشواط، وبكده يكونوا حققوا فوز في اولى جولات بطوله الدوري. نتمنى لهم طبعا كل التوفيق. كمان بقى خليني اقول لكم ان منتخبنا الوطني لتنس الطاوله بيحقق انجاز جديد، وهو دخوله في توب 16 على العالم. ده طبعا الحقيقه بعد الانجاز الكبير اللي عملوه في بطوله كاس العالم اللي كانت بتقام. يعني الحقيقه عملوا فوز كبير جدا، قدروا يفوزوا على منتخب السعوديه، منتخب كندا، ومنتخب التشيك. يعني مع الاسف ان هم خسروا من كوريا، طبعا كوريا بيكون منافس قوي جدا، خسروا بنتيجه 3-1. والحقيقه انه اللي فاز بقى في مباراه واحده كان لاعبنا اللاعب المتالق جدا الحقيقه شادي محمد. عاملين بطوله كبيره جدا، وهم الاول منتخب عربي وافريقي بيدخلوا في التوب 16. طبعا بنهنئهم على الانجاز ده، وبنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. نروح بقى دلوقتي للعبة الووتر بولو، وناشئين ووتر بولو 2007 بيفوزوا على فريق هيئة القناة بنتيجة 10-4. المباراة كانت بتقام على هليوبلس. النهاردة بقى هيكون عندهم ثاني مباريات بطولة كأس مصر، مباراة هتكون أمام فريق المعادي أيضا على هليوبلس. إن شاء الله بقى يعملوا مباراة كبيرة زي اللي قدموها أمس ويفوزوا في مباراة اليوم. اخيرا بقى نروح لناشئين كره القدم مواليد 2008، قدروا امس يحققوا فوز على فريق فاركو بنتيجه 3-0. ده طبعا بقى في بدايه مشوار بطوله الجمهوريه. احرز اهداف النادي الاهلي الهدف الاول اللاعب حمزه الدجوي، ثم قدر يوسع الفارق اللاعب عمر اسامه، واحرز الهدف الثالث اللاعب محمد صبري عشان بقى ينهوا المباراه لصالحهم بنتيجه 3-1. طبعا بنبارك لهم وبنتمنى لهم ان شاء الله يكملوا الموسم على نفس الأداء. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو.
جميل كالعادة يا هانم، نشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية.